والله هزيمة ضرتنا بزاف، هزيمة قاسية ما كناش ننتظروا فيها الحقيقة، لكن ظن ردة الفعل تاعنا كانت سيئة وخيبنا كل الأمل تاع الجماهير تاعنا، لكن ما هي إلا مقابلة وإن شاء الله نطوي هذه الصفحة ونحضروا المقابلة الجاية ذات شهر العيد إن شاء الله. إن شاء الله كاين هناك حديث عن بيع بعض اللاعبين للقاء أو ربما نعم التهاون، هناك حديث عن تهاون بعض اللاعبين في مباراة شبيبة القبائل. تهاون ولا بيع؟ أنت كمدرب قريب للمجموعة، شو تقول على الحال؟ والله أنا ما نشكش في النزاهة تاع الجميع. أولا أنا نقول باللي فريق شبيبة القبائل يستحق الفوز تاعه، الفوز كان فوق الميدان، الكل كان كما يقول لك، حنا ما كناش في اليوم تاعنا، التحكيم جيد، حكم الله يبارك السيد مشهرية اللي أدى دور كبير، الترحاب كان كبير، كل كانت الظروف مواتية، لكن حنا ما عرفناش كيفاش نديروا باش نجيبوا نتيجة إيجابية، ارتكبنا بعض الأخطاء اللي لازم نصحوها، هذه هي. فيما يخص البيع والشراء حنا ما زايدينش في هذا لو ميليو، حنا اوني دون ان ميليو دونيتي، اوني دي بيرسون انتيغ، حنايا جزائريين ولاد هاد البلاد ومن مدينة وهران، كبرنا في هاد الفريق وترعرعنا في هاد الفريق، حنا اون بو سو ترومبي باسكو اوني دي زاتر هومان، بصح باش نخدعوا هاد الفريق كاين ربي وكيلهم هاد الناس اللي ما يتكلموا. كاينه حاجة واحدة أخرى ثانية، رانا في دولة القانون، دولة الجزائرية دولة ديمقراطية، دولة القانون وفيها العدالة. سي دي دوت وهاد الناس راهم شاكين فينا، ما لهم الا يلجؤوا للعداله، يديبوز بلانت كونتر علينا والعداله دير التحقيق تاعها، لان حتى في بعض الوسائل الاعلام تكلموا باللي المسيرين عندهم شكوك على بعض اللاعبين وينتظروا تقرير من الطاقم الفني. انا لست بمحقق، انا بمدرب بالعمل تاعي اللي نقوم به، نجحت ولا ما نجحتش هذا الكمال على الله. دونك حنا اوني او سيرفيس دي كلوب، مي باش نخدعوا هذا الكلوب ما سي امبوسيبل، باسكو الناس قاعد تعرفنا كي دايرين. حنا انا بيرسونيل مو شويه نكس انترناسيونال، لعب دولي، لعبت في الفريق الوطني مع لاعبين كبار، ولعبت في فريق مولود وهران قرابه 19 عام، وتحصلت على جل الارقاب تاع فريق مولود وهران. باش نجي هنا انا اليوم والناس تجي تدير لنا هذه الاهانه وتتهمنا في هذه الاشياء، حنا شنو نقول لهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايضا شاهدناك غائب يوم امس عن اجتماع الوالي في ولايه وهران مع بعض المسلمين. إيه الحقيقه هما لما تلقيت الاستدعاء كانت عندي كما يقول لك امور عائليه، دونك لهذا اعتذرت عن حضور الاجتماع، وفي الاجتماع تطرقوا خاصه على الوضعيه الحاليه والخساره تاع المقابله الاخيره في تيزي وزو، وتكلمنا الاسباب عديده التقنيه تو سامبلومون تكنيك، اون توس فوتي اون كومي دي زيرور من الطاقم الفني للاعبين ونتحملوا المسؤوليه. الان رانا في واحد الوضعيه اللي لازم كما يقول لك تو الموند دو نو سوتونير، سينو شبه نقول لك رانا نشوفوا الفرق اللي راهم في المرتبه اللي تحتنا يا اين موتيفاسيون عندهم، حنا اون دوموند سيت موتيفاسيون دو لا بار دو توس، لازم التفاته تاع كل محبي هذا الفريق. حنا تكلمنا وقلنا باللي الناس وقفت معنا ودارت لي عليها وقودهم شركه كما يقول لك اللي تيمينو، دونك ان شاء الله نصبروا ونخدموا، والعام الجاي كلام اخر باذن الله. ان شاء الله الان تحضير المباراه المقبله امام شلغوم العيد. والله مقابله على بالك كما يقول لك سلاح ذو حدين، الناس راهي تتكلم شلغوم العيد سيفري سقطوا كاع، لكن حنا نحترموا هذا الفريق، نحترموه بالسكان المدينه بالفريق تاع شلغوم العيد، سي ان كلوب اللي لا بوكو دو بروبليم هذا العام، ما المشاكل ما خلاوهش يؤدي الموسم اللي كان لازم، لكن مقابله صعيبه، احنا مرغوب علينا الفوز بها لتحسين الترتيب تاعنا وكما قلت ضمان البقاء في اقرب وقت، لان نظن باقي لنا بعض النقاط اللي باش نضمنوا البقاء، لهذا نقول الالتفاته لازمه من طرف الجميع، الفريق نسلكوا هذا العام والعام الجاي كما قلت لك الناس راه المطلب تاعهم راه باين، وان شاء الله تجي الشركه هذه وتاخذ زمام الامور وتعاود يولي الفريق ان شاء الله كما كان، لان حنايا الناس ما تاني ما لازمش يشكوا في حبنا لهذا الفريق، خاطش الناس تكلمت بزاف باللي الاموال ما الاموال تاعش اموال، اوني با دي ملياردير، حنا اوني دي سيتوايان الجيريان، هادو يقول لك باللي اموال الدوله، حنا تاني ابناء الشعب، حنا تاني ولاد الشعب، حنا منين جينا حنايا؟
على حنا جايين من القمر ولا من الاخر، دونك اوني دي زاتريما دي سيتويان الجيريان احرار، عندنا العزه وعندنا الكرامه. حنا كما يقول لك، كما قال كما الشيخ بوعمامه نهالي جاوه قال له عرضوا عليه عده امور، قال احنا ما باغيين لا مال لا شيعه، احنا باغيين نعيشوا احرار في بلادنا. انا سكو جو فو اون طونك سيتويان الجيريان سي دو فيفر ليبر دون مون بيي تو سامبلومون.